انضم إلينا دكتور خالد سعد، مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوزارة الآثار المصرية. دكتور خالد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بعد الكشف الأثر الأخير دكتور خالد في المطرية، يعني لفتت الأنظار بشدة إلى أنها قد تكون تحمل في باطنها أيضا أثارا أخرى، فما احتمالات وجود أثار أخرى في منطقة المطرية؟ الاحتمالات مؤكدة بنسبة 100%، أن احنا بنتكلم على أقدم عاصمة في التاريخ، بنتكلم على منطقة كل ملوك الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة خلال التاريخ الفرعوني كانوا يتمنوا أن ينشئوا أو يبنوا مجموعة من النصب التذكارية أو التماثيل أو المقاصير أو المعابد المكرسة للآلهة في منطقة المطرية. الكلام ده معروف من أمتى دكتور خالد؟ يعني التوقع الأكيد اللي حضرتك بتقوله ده معروف بقاله قد إيه؟ لأن منطقة المطرية كل شوية بتخرج لنا كم من المفاجآت. يعني لو حضرتك تتخيل أن شارع عين شمس في منطقة هامة جداً للمطرية، فيها كمية تماثيل قد اللي طالع ده تقريبا أو أقل منه بشوية وموجودة هناك في منطقة المطرية. في شارع أحمد عصمت طلعنا مثلا مقبرتين اتنين لبانحسي وملونين، حضرتك في شارع أحمد عصمت اللي كله عمارات. فمنطقة عرب الحصن فيها كم كبير جدا من أساسات المعابد، وإحنا مطلعين فيها عمود لميرن بتاح، وده في حد ذاته ابن الملك رمسيس الثاني، وده في حد ذاته أثر هام جدا. حضرتك بتتكلم في منطقة مترامية الأطراف، كانت بتصل العاصمة لغاية المقطم، يعني مش المطرية اللي هي عليها دلوقتي. لكن مع الزحف السكاني ومع زيادة عدد السكان بشكل بشع ومع زيادة عدد السكان والصرف الصحي ابتدت تزداد المياه الجوفية في المناطق دي. حضرتك عارف ان المطرية مش بس فيها آثار فرعوني، بس حضرتك فيها آثار بترجع لعصر إخناتون وجريكو رومان وحتى العصر القبطي، يعني فيها شجرة مريم. يعني معنى كده ان المطرية كمكان سياحي فيه مقومات الموقع السياحي العالمي، لان فيه فترات زمنية كبير، لكن كموقع مؤهل لاستقبال السياح لا. ده اللي انا كان بحرك فيه. يعني حتى كمان يعني اكتشاف الاثر مكسور او تمثال مكسور، يعني كشف عن انه قد تكون تكسرت اثار كثيره في هذا المكان لاسباب مختلفه، ربما يكون لاسباب معتقدات دينيه او غيره. فانا عايز اعرف من حضرتك الى اي مدى ممكن ان يكون هذا الاهمال اثر على ثروتنا من الاثار في هذه المنطقه تحديدا. انا عايز اوضح لحضرتك ان الكشف عن الاثر بشكل مكسور ده مش عيب ابدا. لان احنا عندنا معظم الاثار اللي احنا بنلاقيها على مستوى مصر بتوجد مكسوره. تمام. الا فيما نادر ان انت تلاقي مجموعه تماثيل زي أمنمحات الاول مثلا، ان انت تلاقي له في ترعه 10 تماثيل زي ولا تمثال ترعه وهبي سلام. لان فتره التخلص من التماثيل باعتبارها اوسان احيانا كانوا يكسروها احيانا كانوا يرموها بحالها. تمام. سليمه. ان انت حضرتك تلاقي التمثال مكسور جزء او جزئين او ثلاثه او اكتر، ده في حد ذاته مش عيب، يعني متوقع. يعني الحاجه الثانيه ان حضرتك تقدر تكتشف بمنتهى البساطه، والعلم الحديث يقدر يوفر لحضرتك المعلومات دي، اذا كان هذا الكسر حديث او قديم. لان وجود الكسر او وجود القطعه الاثريه من التمثال في تحت الارض وهي متعرضه لمياه جوفيه، ده بيغير معالمها لحد كبير. اول ما بتطلع على سطح الارض بيبان حتى اي نوع من انواع مس الاثر بيغير في معالم السطح بتاعتها. المنطقه بقى في حد ذاتها دي اساس لمعبد كبير، يعني لابد ان يتم يعني عمل حفائر دقيقه في منطقه المطريه كلها وفي منطقه سوق الخميس وتضم لصالح الأثر. كيف سيتم ذلك يا دكتور خالد وحضرتك بتتكلم على انه العشوائيه زحفت بقوه على حي المطرية، كيف يمكن لفرق التنقيب أن تمارس عملها بشكل مريح؟ إحنا دلوقتي في أمور أنت بتقدر تزيلها باعتبارك أنت مسؤول عن سيركل معين في الدولة ألا وهي الآثار. تمام. في أمور ما بتبقاش مسؤول عنها لأنها خارج إطار قانونك أنت. يعني أنا دلوقتي لو جه تم تعدي على منطقة أثرية، يعني منطقة المطرية دي فيها منطقة ما تسمى بمنطقة ضم، يعني بتضم للآثار بتبقى منطقة أثرية، وفي حاجة اسمها منطقة إخضاع، يعني أنا ما بضمهاش للآثار، أنا بس بتني عيني عليها
دي اسمها اخضاع، ده طبقا للقانون. يعني عليها بمعنى ايه؟ انه يعني ما يتمش اعمال حفر فيها نهائي ولا ممارسه ولا استخدام هذه الارض الا بمعرفه الاثار. ده اسمه اخضاع. هل تقدروا تحاصروا في الاثار عمليات التنقيب غير الشرعيه او غير المشروعه؟ دي مش مسؤوليتنا، ده مسؤوليه شرطه السياحه والاثار. تمام. ومسؤوليه المباحث، لكن احنا مش ما ليس لنا السلطه ان احنا ندخل بيوت حد ونشوف اذا كان بيحفر خلسه ولا لا. لكن في تعاون في معلومات ان هذه المنطقه تضم اثار او لا؟ كل المنطقه كلها مش منطقه المطريه. نعم. منطقه عرب الحصن نموذج مشابه لمنطقه نزله السمان. نزله السمان دي كلها قائمه على مدينه فرعونيه. هل احنا نقدر نشيل نزله السمان؟ لا. هل احنا نقدر نشيل المطريه؟ سؤال اخير دكتور خالد، كان في انتقادات عديده وجهت لطريقه الانتشال التمثال من المطريه، تقييم حضرتك العلمي لهذا الطريقه؟ انا بس عايز اوضح الانتقاد في حاجه اسمها ايه، الانقاذ السريع. انت لما حضرتك بتشتغل في تربه طينيه فيها صرف صحي وفيها مياه جوفيه، انت بتحاول تنتشل الكتله الاثريه باسرع وقت بأساليب طبعا اللي احنا شفناه أسلوب مش كويس. كان أقدر مش علمي يعني، ولا مش علمي؟ لأن أنا لازم ولا خاطئ تماما، خاطئ. لازم أربط القطعة بشكل معين وأطلعها بشكل معين وأحفظها بشكل معين. نعم. أنا بشكرك دكتور خالد، معلش وقتي انتهى، كان نفسي أستفيد مع حضرتك أكتر من كده، لكن في ملفات لاحقة إن شاء الله. دكتور خالد سعد، مدير الإدارة العامة لأثار ما قبل التاريخ، شكرا جزيلا لحضرتك. أمرك.